سيدي وياي. السلام عليكم، شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. شنو مخالفك؟ صاعد على راسي. رحم الله والديك. صاعد على الرصيف. اذا انت متواجد على الرصيف وشفت ابو ماطور او ابو دراجه جاي على الرصيف، تعليقك الي؟ ما نقبلها. ما تقبل؟ ليش ما تقبل؟ لان يعني خطا مو حضاريه ومو لاخر. خطا وظاهره مو حضاريه. ليش؟ مو حضاريه. ليش؟ لان هذا حق مستخدم الطريق. والله صحيح. ابو عالم احنا بنستخدم، احنا من ننزل من دراجاتنا بنستخدم. رحم الله والديك. من تنزل من الدراجه دراجتك مسجله؟ مسجله. ممكن اوراقك واجازتك. سيدي، فيما يخص هذه المخالفة، للأسف الشديد إحنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافة المرورية، وأكيد مستخدم الطريق إلى حق، الرصيف مو لابو الدراجة. صحيح. صح؟ هاي مخالفة ومخالفة خطرة. نعم. أغلب المواطنين ما منتبه لابو الدراجة. نعم. ماشي بطريقة يجوز رأساً، يريد يعبر الشارع أو يريد ينزل يوقف منطقة عبور، يريد يعبر. نعم. وجاي أبو الدراجة بسرعته بسبب إنه قدر. شنو إجراءاتكم فيما يخص هذا الموضوع؟ حجز. حجز. هاي الدراجات المحجزة اللي تمشي على الرصيف، لأن خطرها وخطأها. نعم. أكثر من خطأ اللي يمشي على الشارع ويضرب الشارع ما يمتثل. عاش إيدك. إي. نصيحتك إلى نفسك وإلى إخوانك مستخدمي الطريق. عدم تكرار هاي الحالة بعد. نعم. ما تصير هيك. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة. شكرا جزيلا.